حدثت القصة بعد زمان عيسى عليه السلام، وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوقت قليل، حيث كان ملك سبأ يجلس في شرفة قصره مهموما. سيدي الملك عيدوس، العاصفة الرملية تشتد، أليس من الصواب أن تدخل إلى قاعة العرش المغلقة؟ لكم أحس بالكآبة يا عرنوس. ما الذي يشعرك بالكآبة يا مولاي؟ الأمطار تسقط على الجبال من حولنا وتنحدر إلينا سيولا، ثم تضيع في الصحراء العطشاء. ألا ترتوي تلك الصحراء أبدا؟ يجب أن نجد طريقة لمنع السيول من الضياع كل عام في الصحراء. لماذا لا يفكر مولاي في الخروج لرحلة صيد؟ قد تزيل عنك بعض الكآبة. لا مانع، أعد المؤن للسفر غدا. أقترح يا مولاي أن نعود إلى القصر. ولكننا لم نصد شيئا بعد. المؤن التي معنا يا مولاي تكفينا بالكاد في طريق العودة. ولماذا لم تتجهز وتحضر المزيد من الطعام والشراب؟ أحضرت يا مولاي، ولكننا نسافر الآن منذ 10 أيام. هل تريد الصحراء أن تتحداني؟ يجب أن أجد طريقة لقهرها، أريد أن أمحو ذلك اللون الأصفر الكريه. كما تحب يا مولاي. أريد مقابلة كبير المهندسين فور عودتي من الرحلة. انظر معي يا مولاي. لا أفهم شيئا يا كبير المهندسين من رسومك وحساباتك المعقدة. الأمر في غاية البساطة، سنبني سدا يحجز الماء في الأودية عند هطول الأمطار فنستخدمه طوال العام. عظيم، المهم أن تنجز بناء السد بسرعة. معذرة يا مولاي، هذا مستحيل. ماذا؟ أتعصي أوامري؟ بل أخبرك بالحقيقة العلمية، هذا البناء سيستغرق 10 أعوام. 10 أعوام؟ وربما المئات، لن نكون في الغالب من أهل الدنيا حينما ينتهي البناء. وما الفائدة إذن؟ الفائدة ستعم على أحفادنا وأحفاد أحفادنا، سيكون اللون الأخضر هو المسيطر على تلك الأرض. موافق، ابدأ في العمل فورا. ومرت بالفعل مئات السنين، تغيرت فيها الدنيا، ورحل الملك الطيب صاحب فكرة بناء سد مأرب، وجاء غيره لينعم بخيرات السد. انظر إلى ثمرة عملنا، غدا يزيد ثراء الملك مزيقاء، بينما نزداد نحن جوعا وفقرا. لا تنطق بكلمة مزيقاء هذه، وإلا دخلنا السجن. الكل يعرف أن الملك يمزق في كل يوم ثوبين من الحرير لكي لا يلبسهما غيره. كيف حالك يا عثمان يا صاحبي؟ في الحقيقة أشعر بملل قاتل. لماذا لا تجرب السفر؟ أسافر إلى أين؟ الأرض كلها من حولنا مليئة بالحدائق وأشجار الفاكهة الناضجة. معك حق، شيء يبعث على السؤم. ما دمتما تشعران بالملل والفراغ، عودا إلى العمل. أي عمل يا سيد عارف؟ الزراعة، هل نسيتما؟ أنا أعمل الآن في صنع السلاح، عندي سيوف من الذهب الخالص ومطعمة بالأحجار الكريمة. وأنت يا زهران؟ أظافري لم تعد تحتمل العمل الشاق، ثم إنني مشغول بصنع النبيذ، الطلب يتزايد كل يوم على الخمور المعتقة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ذهب الرجل الأقرع وطلب منه أن يقص شعره. أضحك الله سنك يا سمو الأمير، مزحة مبتكرة. لا أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك. أقدم لك يا أبي أصدقائي الجدد، عثمان تاجر سلاح. عظيم، سنعتمد عليك في أن تمد الجيش بما يلزمه من دروع وسيوف وما إلى ذلك. هذا شرف عظيم يا مولاي. أما زهران فهو أفضل من يصنع الخمور المعتقة. إذا نسجنه هنا في القصر ليعد لنا ما يلزمنا. خادمك المطيع ورهن إشارتك يا مولاي. لماذا أنت شارد يا كبير المهندسين؟ وما الذي يشغلك؟ يشغلني يا مولاي هذا التغيير الذي وقع في المدينة. من حقك أن تفتخر به، أنت الذي أتممت بناء السد.
ليتني ما أتممته، وليتني لم أكن مهندسا. لماذا أيها الحكيم؟ كنت أحسب أنك تفخر بالسد. كان السد نعمة، لكنه كان نعمة تحمل في طياتها ألف شر مدجج بالسلاح. أفصح أيها الحكيم، لا نفهم كلامك. لقد أنستنا نعمة السد حقيقة المنعم. إن الناس يعرفون أن عطاء النعمة الإلهية حصن لا يسقط أبدا، ولكنهم يجهلون أن حراسة هذا الحصن لا تكون إلا بشكر الله. هل انتهيت من خطاب الوعظ؟ أكنت تريد أن نظل فقراء؟ ليتنا بقينا فقراء صابرين، هذا أفضل كثيرا من الأغنياء الجاحدين. هذا كثير. لقد نسينا كيف نشكر الله، لقد صدق علينا إبليس ظنه وأنسانا الشكر. أنت تبالغ يا كبير المهندسين، اشرب كأسك ودعك من هواجسك. أما عن أصحابنا في مأرب فقد جادت الأرض وزاد الخير وفاض على كل أهلها، ومن العجيب أنه حين تغيرت طبيعة الأرض إلى الأخضر تغيرت نفوس الناس إلى الأسوأ. أين الثوب الجديد الذي سأدخل به إلى بيت الخلاء؟ ها هو، تفضل، وستجد هناك الثوب الثالث الذي ستحضر به مجلس الحكم. أين ابننا مالك؟ يوزع الهدايا على كبار المسؤولين وسادة القوم في حديقة القصر. يا له من أحمق، المفروض أن يتلقى الهدايا في يوم ميلاده. إنها فكرتي أنا، حتى يزيد حب الناس له ويتهيأوا لقبوله حاكما بعد عمر طويل. أخشى أن يحبه الناس أكثر مني. وماذا في ذلك؟ إنه ابنك المقرب وخليفتك، وكل الآباء يريدون لأولادهم مستقبلا أفضل. أيتها الحمقاء، إنه مجرد فأر صغير وليس أسدا سيفترسون. بل إنه أخطر من الأسد، إذا عاشت تلك الفئران بيننا فستلد وتتحول إلى جيش من القوارض يقضي على زراعتنا وينقل الأمراض إلينا. جميلة، ابنة الوزير بيننا؟ أرجوك يا سيدتي أن تبلغي والدك المحترم بهذا الخطر قبل أن يتفاقم ويتحول إلى كارثة. سأفعل بكل تأكيد، لا أدري من أين أتت هذه الفئران الضارة. إنه عقاب الرب على الشر والفساد. إن وجود الفئران في سبأ قد أصبح مشكلة كبيرة تهدد مستقبل البلاد وثرواتها. لماذا لم تخبرني بمشكلة الفئران في حينها يا وزير؟ رأيت الأمر أتفه من أن يعكر صفو مجلسكم يا مولاي. عندي حل يا مولاي. تحدث يا كبير تجار السلاح. أقترح أن ننشر السم الزعاف في كل أراضي سبأ، فنقضي على الفئران قضاء مبرما. ولكننا سنقضي على المحصول أيضا، وسيموت كل من يأكل منه. نمنع الناس من الأكل في هذا العام، وعندنا في الخزائن فاكهة وغلال تكفي سادة القوم لعام كامل. ما رأيكم في الاقتراح؟ أرفضه يا مولاي، ستتأثر الأرض بالسموم لفترة طويلة، كما أن الثمار الساقطة من الأشجار هي الأغلى ثمنا لأنها تستخدم في صناعة الخمور. والحل؟ عندي اقتراح يا سيدي. تحدثي يا سيدة سبأ الأولى. سنربي عددا كبيرا من السنانير، القطط، والمعروف أن القط بطبيعته يفترس الفئران ويتغذى عليها، وبهذا تحل المشكلة. يا لك من امرأة داهية، تعجبني هذه الفكرة. الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة. دعني أنظر بنفسي، يا لها من كائنات مخيفة، أقصد مثيرة للاشمئزاز. القطط تهجم يا مولاي، لا زالت تهجم، إنها تقترب، إنها تقترب من الهدف. رائع، عظيم، انتصار ولا أجمل، هزيمة ساحقة للفئران.
إنه يوم تاريخي في حياة سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ما أطيب الهواء الليلة يا زوجتي الغالية طريفة. لأول مرة أراك تناديني بزوجتي الغالية، ترى لماذا؟ لأنها آخر مرة أراك فيها، يبدو أن حادثا خطيرا سيحدث. إلى أين تذهب يا مولاي؟ انتظرني. لا تتركني وحدي، ما أفزع صوت الرعد. إلى أين أذهب؟ لقد أرعدت وأبرقت ثم صعقت فأحرقت. يا إلهي، لقد كان حلما، لا بل كان كابوسا فظيعا. إنه نذير الشؤم، يجب أن أحذر الملك في الحال. أمي، ماذا جرى؟ مالك، هل أنت بخير يا بني؟ بكل تأكيد، لماذا تجرين في الحديقة في هذا الوقت المتأخر؟ لقد رأيت كابوسا مفزعا في نومي. حدثيني، حدثيني عما رأيت. رأيت غيما أبرق وأرعد طويلا ثم أصعق، فما وقع على شيء إلا أحرق، فما بعد هذا إلا الغرق. هل هذا شعر؟ لقد أضعت وقتي معك. أين أبوك؟ أظنه يجلس في آخر الحديقة. انتظريني يا أمي، سأتي معك. عثمان، لا أحد يدخل على الملك الآن. أمرك يا سيدتي. ولا حتى الوزير، ولا أي مخلوق. السمع والطاعة يا سيدي. ما الذي جرى؟ هل جننتما؟ استمع إلي جيدا يا عمرو. عمرو فقط دون ألقاب؟ ليس هذا وقته يا أبي، أنصت لما ستقوله أمي بتركيز شديد. تكلمي يا طريفة، هل الموضوع بهذه الدرجة من السرية؟ لقد رأيت ضفدعا وسلحفاة في الحديقة. ها، ما رأيك الآن؟ رأيي في ماذا؟ لقد أصابك الجنون، حلم بصاعقة وضفادع كبيرة تقف على قدميها. ماذا أفهم أنا من كل هذا؟ والنور والظلماء والأرض والسماء، إن الشجر لتالف، وسيعود الماء إلى ما كان في الدهر السالف. ومن أخبرك بهذا؟ أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد والوالد. وما علامة ذلك؟ تذهب إلى السد، فإذا رأيت فأرا يحفر في السد ويقلب برجليه الصخر، فاعلم أن المصيبة ستحل بنا. سأذهب إلى جسم السد، لا لشيء إلا لأؤكد لك أنها تخاريف وأضغاث أحلام. لقد ماتت الفئران كلها، أكلتها القطط منذ زمن. ليتني أفهم يا مولاي، ما السر في تلك الزيارة المفاجئة للسد؟ هذا ليس من شأنك. معذرة، لن أتكلم. أرجو هذا، سأصعد الآن وحدي إلى هذا الجبل. هل تريد أن أصحبك يا أبي؟ ابق أنت، وإذا حدث لي مكروه تولى الأمر من بعدي. احذر أن يتبعني أي واحد من هؤلاء الأغبياء. أمرك يا أبي. الحمد لله، كل شيء طبيعي. عادت الفئران؟ إنه يقلب صخرة لا يستطيع أن يحركها 50 رجلا. إنها النهاية، النهاية، النهاية. وقف الملك عمرو بن عامر حائرا، لا يدري ماذا يصنع. أبي، أبي، هل أنت بخير؟ ابق مكانك يا مالك، سآتي إليك. لقد أصبنا جميعا بالقلق، أنت تقف مكانك منذ وقت طويل وتنظر إلى أسفل. ربما لم أنتبه للوقت. ماذا رأيت بأعلى الجبل؟ لا شيء، لا شيء، يجب أن أجلس مع طريفة لنبحث أمرا في غاية الخطورة، ولا أريد أن يزعجني أحد. أمرك يا أبي. فأر يسحب صخرة، ألم أقل لك؟ إن له مخالب وأنياب يا طريفة.
هذه كلها علامات سيئة. خذ هذه الزجاجة وانظر إليها، فإذا امتلأت بالرمال فاعلم أن النهاية قد اقتربت. الرمال ملأت الزجاجة فعلا، متى تتوقعين هلاك السد؟ خلال 7 سنين. إذا علينا أن نعمل بسرعة. وجدتها، فكرة لا تخطر بعقل الشيطان. ما هذه الرسالة؟ إنها دعوة من الملك عمرو بن عامر لوليمة في قصره. ولماذا لم يجعل حامل الرسالة يبلغك شفاهة؟ إنها السفاهة والتبذير. انظري، الدعوة مكتوبة بماء الذهب. صحيح، ذهب حقيقي. والناس بالآلاف يجوعون ويشتكون من الظلم والفساد. ألن تتوقف أبدا عن آرائك المعارضة؟ سيتغير كل شيء، سيحل غضب الله على الظالمين. السلام عليك يا أبي ومولاي. اجلس يا مالك. لا يصح يا أبي أن أجلس وأنت... قلت اجلس واستمع إلي جيدا. أمرك. الليلة يجتمع كل الكبراء والسادة في سبأ. لقد دعوت الناس جميعهم وعن قصد لحيلة في رأسي. أية حيلة؟ لا يوجد وقت لأشرح لك. هل تثق بي وتوقن أنني أحبك وأعمل ما فيه لصالحك؟ بكل تأكيد يا أبي. إذا افعل ما أطلبه منك الآن. عارضني في كل شيء أقوله ونازعني على الطعام واخطفه من أمامي، فإذا سببتك سبني. كيف؟ افعل ما آمرك به، وإذا ضربتك اضربني بكل قسوة وشراسة. لك مني السمع والطاعة يا أبي. ذهب رجل أقرع ليقص شعره. يا لها من مزحة رائعة. بل هي سخيفة كقائلها، سمعناها 1000 مرة من قبل. ظننت الأمير يقصد أقرع آخر غير الأول. أميرك هذا أحمق وثقيل الظل. أقول أحمق وثقيل الظل، وأكلت ما يكفيك اليوم. هذا طبقي ولن أتنازل عنه. الطعام كثير يا مولاي الأمير. ذق يا مولاي الملك من هذا اللحم أرجوك. لن آكل إلا من هذا الصحن. وأنا لن أسمح لك. يا لك من صبي وقح، خذ لتتعلم الأدب. وخذ أنت أيضا يا مزيقاء. كيف تجرؤ على ضربي وإهانتي؟ اتركوني لأذبحه. لا لا يا مولاي، لا تصل أبدا إلى ذبح ابنك الأمير. مولاي، أستحلفك برب عيسى أن تكتفي بضربه أو عزله، ولكن لا تصل إلى القتل. اخرس اخرس أيها الرجل المخرب، لن أسترد هيبتي وكرامتي إلا إذا قطعت رأسه. اقطع رأسي أنا بدلا منه. هذا التدليل هو الذي أفسده. بل أنت الفاسد. أرجو يا سمو الأمير أن تسكت. أرأيتم؟ أعطوني السكين. أتعصوني جميعا؟ تمنعونني من تأديب ولدي؟ إذن سأغادر هذه الأرض التي يحال فيها بين الأب وابنه. سأهاجر وأتركها لكم. وداعا يا من كنتم بلادي. هل تصدق ما جرى بالأمس؟ كنت أظن غضب الملك مؤقت، لكنه مصمم على الرحيل وترك البلاد. ومن سيحكمنا؟ هذا أمر لا يعنيني. آسف يا أبي لأنني صفعتك. لا عليك، جمعنا مبلغا عظيما من المال. هناك من يعرض شراء خيولنا وجمالنا أيضا. لا، سنحتاج إليها في الهرب لنضع فوقها كل هذا الذهب. متى نرحل يا أبي؟ عندما نبيع باقي الأراضي والقصور. لماذا لا تأكل يا أبي؟ ذهني مشغول يا ابنتي، عندي أسئلة كثيرة لا أجد لها إجابة. لقد حدثت أمور عجيبة بسرعة أربكتني، وأريد أن أتأملها بهدوء. ماذا تقصد؟ الملك عمرو بن عامر يعشق الحكم والسلطة والأرض الخصبة، فما الذي يجعله يترك كل هذا ويهاجر؟ أحس بالإهانة كما رأينا جميعا، وحيل بينه وبين تأديب ولده العاق. هذه حيلة لا تنطلي علي. لقد بدأ الملك والأمير وكأنما اتفقا على هذا التشاجر أمامنا. ولماذا يفعلان ذلك؟ هذا ما لا أفهمه. السد، يجب أن أذهب إلى هناك. أبي أبي أخفض صوتك،
المفترض أنك هجرت هذا القصر خوفا مني. ها، ماذا تريد؟ أريد أن أكرر أسفي يا أبي لأنني صفعتك. لا عليك، هل حزمتما كل الحقائب والصناديق؟ نعم، هذه للطعام وتلك للفاكهة و... قلت ألف مرة قللوا من المتاع، لا نريد أن نسير في قافلة من ألف جمل ويرانا كل أهل سبأ. هل نترك الطعام؟ زادنا في الرحلة؟ معنا من الذهب ما يشتري كل شيء، قللوا من المتاع وتسللوا في هدوء. أمرك يا أبي، هيا هيا يا أمي. سأحن إلى تلك الأرض الطيبة. ليس هذا وقت المشاعر، حني إليها فيما بعد. هيا هيا. لدينا أعمال كثيرة يا حضرة الوزير. لحظات ويمضي كل منا إلى حال سبيله. ما الذي ينبغي علينا ملاحظته؟ ها هو، انظرا. إنه مجرد فأر، أين ذهبت القطط؟ إنه ليس فأرا واحدا بل جيشا من الفئران. انظرا، الفأر يقلب صخرة. بل ويقضمها بأسنانه. إنها فئران مفترسة كالأسود وقد تؤذي البعض. ليس هذا هو الخطر، المشكلة أنها تقرض الصخور أسفل سد مأرب. هل تظن أن الماء قد يتسرب؟ ليتك لم تسأل. أغيثونا أغيثونا. هيا اذهبي بعيدا عن قصري، إنه قصري أنا أيضا، لقد اشتريناه معا. أنا التي أحمل مفتاح القصر، الملك عمرو بن عامر باعه لنا معا. أثبتي ذلك. كيف أثبت وقد رحل الملك؟ إذن ارحلي أنت أيضا قبل أن آمر الحراس بطردك. الماء انهار السد، إلى أين نهرب؟ النجدة النجدة. سأغرق. النجدة النجدة. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. كانت بلقيس أميرة في مملكة سبأ، وعاش أهل سبأ في رخاء لم يروه من قبل. ما رأيك يا مولاتي؟ رائع، هذا ما كنت أريده بالضبط. لقد تكلف العرش ثروة طائلة واستغرق أعواما في بنائه، لكنه أعجوبة تستحق التعب. جهد عظيم يا رشيد،
الشعب كله ينتظر عند معبد الشمس لنحتفل بعيد جلوسك على عرش البلاد. هل قمتم بتوزيع الحلوى والملابس الجديدة على الفقراء؟ لم يعد في مملكتنا فقير يا مولاتي بسبب تقدمنا وحكمتنا المستمدة منك، بل بسبب تشاورنا في كل أمر واختيارنا للرأي الأصوب. فرحتي اليوم تفوق الجميع، وسأسجد للشمس حتى تغيب احتفالا لمولاتي العظيمة. ها هي الشمس تتوسط السماء، حانت لحظة السجود. رأى هذا المشهد واحد من جنود نبي الله سليمان وطار الهدهد. طار الهدهد من أرض سبأ إلى بيت المقدس ليبلغ نبي الله سليمان بما رأاه. عنبر، أين كنت؟ هل لاحظ نبي الله غيابي؟ نعم، وأقسم أن يذبحك، لكني مظلوم، كنت أؤدي عملي وأستطلع ما يجري تحت سماء الله الواسعة، بل كنت تلهو وتلعب. أقسم أنني كنت في مهمة عمل خطيرة، وقد أحط بما لم يحط به سليمان، وجئته من سبأ بنبأ يقين. يا ويلي، نسيت أن أخبرك يا عنبر، نبي الله سليمان وضع 3 احتمالات: الذبح أو التعذيب، والاحتمال الثالث أن تأتيه بأخبار مهمة وواضحة تبرر غيابك. لماذا لم تخبرني منذ البداية؟ حمدا لله. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ما هذا؟ صبيحة، صبيحة، أمرك يا مولاتي الملكة؟ ماذا حدث؟ من دخل غرفتي وأنا نائمة؟ لا أحد يا مولاتي. أقول لك هناك من دخل إلى غرفتي ووضع هذه الرسالة على سريري إلى جوار رأسي. أقسم لك أنه لم يدخل مخلوق من الباب. والرسالة من أين جاءت؟ لا أدري. استدعي جميع الحرس واستدعي القائد نامق فورا، أريدهم في اجتماع عاجل. لقد فتشنا القصر بعناية، لم تدخل نملة دون علمنا. والرسالة التي في يدي كيف وصلت إلى مخدعي؟ هل يمكن أن تكون السيدة صبيحة هي من وضعتها؟ إن صبيحة مربيتي الخاصة، ولن أسمح باتهامها بالخيانة. لم أقصد، ولكن الأمر محير. من دخل إلى مخدعي ليضع رسالة إلى جوار رأسي كان بإمكانه قتلي دون أن أشعر. إذا كانت مولاتي ترى أني مقصر في عملي فلتقطع رقبتي فورا. قطع رقبتك لن يحل اللغز، أريد اجتماعا في الصباح الباكر مع مجلس الحكماء. أمر مولاتي. وضاعف الحراسة حول مخدعي وقاعة عرشي. لقد ضاعفت الحراسة بالفعل فور سماعي بالخبر. ما زلت أشعر بالخوف من صاحب هذه الرسالة.
ترى لماذا جمعتنا الملكة؟ ليس من عاداتها استدعاؤنا في هذا الصباح الباكر. اصبروا يا سادة، ستعرفون كل شيء في حينه. يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. ألقى إليك؟ كيف؟ وجدت الرسالة إلى جوار مخدعي ولا أدري كيف وصلت إلي. ربما ألقيت بسهم من نافذة أو كوة مفتوحة في السقف. هذه علامة على أننا مخترقون. الأهم هو ما تحويه الرسالة. ماذا تحوي يا مولاتي؟ نرجوك أن تقرأيه علينا. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هل انتهت الرسالة؟ نعم، ما رأيكم؟ سمعت بالملك سليمان، يقولون إنه رجل قوي وحكيم، ولكني لم أسمع بربه الرحمن الرحيم. ما رأيك كبير المهندسين؟ لا أدري ماذا أقول. أيها الناس، أفتوني في أمري، تعرفون أنني لا أتخذ قرارا بمفردي. مولاتي، إن جيوشنا مستعدة للدفاع عن مملكة سبأ الغالية والموت دونها. نحن لدينا قوة وعلم حديث وفائض كبير في الطعام والماء، ونستطيع خوض الحرب متى أردت. الأمر في النهاية يرجع لك يا مولاتي. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذه عادتهم دائما. ماذا تقترح مولاتي إذن؟ سأجرب الطرق السلمية، حقنا للدماء وتجنيبا للناس لعويلة الحرب، فأبعث لهم بهدية وأرى ماذا يكون ردهم. لقد استخدمنا كمية كبيرة من الذهب المصهور لصنع صناديق الهدايا. أرى يا مولاتي أن هذه تكلفة كبيرة للغاية. يجب أن تكون الهدية قيمة ومبهرة للملك سليمان. هل لي أن أفهم الحكمة في ذلك؟ لو كان الملك سليمان رجلاً قوياً طامعاً في الدنيا، فسترضيه الهدية وتجعله يكف أذاه عنا. ألا يمكن أن تزيد من أطماعه؟ إن شراء أصحاب الأطماع أمر سهل، المشكلة لو كان صاحب مبدأ أو عقيدة. ماذا سيفعل وقتها؟ لن ترضيه هديتنا مهما بلغت قيمتها، وسيزداد إصرارا على إخضاعنا لربه. ولكني لا أظن أن هناك مخلوقا في الدنيا يستطيع مقاومة كل هذا القدر من الذهب. هذا رأيي أنا أيضا. أرجو أن يفكر الملك سليمان مثلكما. لن أعيد توصيتكم. نعرف مهمتنا جيدا يا مولاتي، سأراقب أحوال مملكة سليمان، خاصة في الزراعة والتجارة والصناعة. وأنا سأتابع ما وصل إليه من نظريات علمية في الطب والهندسة. ألم يكن من الأفضل أن يذهب معنا قائد حربي لاستطلاع أحوال جيوشهم؟ بالطبع لا، نريد أن نؤكد له أننا دعاة سلام ولم نذهب للتجسس عليه. فهمت يا مولاتي. أظهروا لهم الود والمحبة والاستعداد لتعاون مشترك إذا ما طلبوا ذلك. بكل تأكيد يا مولاتي، اطمئني. هيا ابدأوا التحرك، ولترعاكم الشمس المقدسة. وصل رسل بلقيس إلى أرض نبي الله سليمان عليه السلام. انظر يا عمار، لم أرى حدائق بهذا الاتساع من قبل. إن الفاكهة تسقط من تلقاء نفسها في داخل السلال. كيف يحدث هذا؟ من يأمر الريح بأن تهب في هذا الاتجاه وهذا التوقيت؟ تأمل تماثيل الزينة والنوافير في الطرقات. إنها أجمل وأقيم بكثير من الهدية التي أحضرناها لملك البلاد. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني
إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون مولاي الملك سليمان تفضل هذه هدية من الملكة بلقيس ملكة سبأ قال لهم نبي الله سليمان ما هذا؟ أتغرونني بالمال؟ ليس هذا ما قصدناه يا مولاي إن مولاتي أرادت أن تطلعكم على تقدم فنون صناعة الحلي في سبأ قال لهم النبي لقد أتاني الله ثروة وملكا أعظم مما آتاكم ارجعا إلى أرضكما وقولا لمن يحكم أننا سنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها وسنخرجهم من الأرض أذلة أليست رحلة مولاتي إلى الملك سليمان تشكل خطرا عليها؟ على العكس يا قائد الحرس لم نر من الملك سليمان إلا المعاملة الكريمة ليت مولاتي تسمح لي بالسفر معها لحمايتها بل تتولى حماية البلاد يا نامق واحرص على حراسة عرشي جيدا لن يستطيع الجيش بأكمله أن يحركه خطوة من مكانه يا مولاتي تصحبك السلامة يا مولاتي فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون كان نبي الله سليمان يستعد لاستقبال ضيفته ليطلعها على ما أتاه الله من علم وسلطان لعل ذلك يخرجها من ظلمة عبادة الشمس إلى نور عبادة الله انظر يا مولاتي إلى التماثيل كأنها حقيقية والفاكهات والأسماك إنها معجزة لا تشير هكذا يا صبيحة
ولا تبدي انبهارا بما ترين. سأحاول يا مولاتي. حدد الملك سليمان استقبالنا في قاعة أسماها قاعة العرش. وصلنا يا مولاتي، تفضلي بالدخول. قال لها نبي الله سليمان: أهكذا عرشك؟ كأنه هو، ولكن كيف جاء من سبأ إلى هنا؟ ومن حمله؟ قال لها نبي الله سليمان: لقد أوتينا العلم من قبلك، لكن ما يميزنا هو الإيمان بالله. إنما أوصلنا إلى ما نحن فيه من تطور ورقي هو اليقين بالله وإسلامنا نحن. إلى أين نتجه الآن يا مولاتي؟ إن الملك سليمان الحكيم قد بنى لي صرحا لأرتاح فيه. يا له من ملك كريم وعظيم. ناداها نبي الله سليمان وطلب منها أن تدخل إلى الصرح. ما هذا؟ إنه بحر. لم ينظر نبي الله إلى المرأة وهي تكشف ساقيها وقال: إنما هو صرح من الزجاج الشفاف النادر يخيل للناظر إليه أنه بحر. أستغفر الله العظيم، لقد ظلمت نفسي طويلا، كنت أسجد لشمس وهي مخلوقة مثلي، لن أسجد بعد اليوم إلا لمن خلقني. أسلمت مع نبي الله سليمان لله رب العالمين. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.